طيب نروح سريعا برضو من الكاميرون، من الاستاذ احمد الخضري رئيس المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك والناقد الرياضي الكبير. طبعا استاذ احمد مساء الخير. كابتن سيف، ازي حضرتك؟ الله يخليك، وحشنا يا فندم، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، حضرتك وحشنا احسن والله. ربنا كله يخليك. تمام طمنا يا فندم على السفريه وعلى البعثه. تمام. لا طبعا سفريه مرشقه جدا، يعني احنا طالعين من الطياره 2 وربع بتوقيت القاهره مساء، واصلين لسه من ساعه تقريبا، وصلنا من ساعه للبعثه. طبعا كان في استقبالها السفير الشريف الليسي، سفير مصر في الكاميرون، خلص الاجراءات بسرعه، وهنزاد رئيس البعثه كان سبق الجلسه بيومين يعني، واللعيبه جت اتغدت بسرعه، وكله طبعا جري على النوم على طول، عشان حوالي احنا 13 ساعه في الطيران بين اديس ابابا وترانزيت ثاني في البنيه الاستوائيه، فطبعا يعني العمليه صعبه جدا. الجهاز الفني طبعا فضل قال لك بقى يعني اللعيبه كلها مرهقه، فهيكتفي ان هو الساعه 8 8، انا بكلم حضرتك بتوقيت كاميرون اللي هو سابق القاهره بساعه، هيبقى تمرين كده في حمام السباحه لفك العضلات، والعشاء بقى بالليل، حتى سياده السفير كان عايز يعمل العشاء بره، فالجهاز الفني برضه لقى ان هو طبعا هيبقى ارهاق اللعيبه، فيبقى الدعوه هتتعمل بس في الفندق اللي هو في اقامه اللعيبه. يعني عايز اقول ان رحله مرهقه جدا جدا يا كابتن سيف، يعني حاجه صعبه. الله يكون في عون الاهلي وانبي برضه. هو طبعا الصدفه لازم برضه اتكلم على قبل ما نوصل هنا، كانت حر جدا في فتره مطار القاهره، يمكن احنا كنا تقابلنا مع بعثه النادي الاهلي وبعثه انبي، مستر ماكليش مستر مارتن اللي اتقابلوا لاول مره، وقعوا دار بينهم حوار طريف على الكره المصريه يعني، وكل واحد اتمنى التوفيق للفرقه الثانيه، وكان معاهم برضه كابتن حماده صبحي. كانت روح جميله بين الاهلي والزمالك تحديدا، من كابتن اسماعيل يوسف كابتن اسامه عرابي، يعني عايز ربنا صبحي جه يسلم على لعيبه الزمالك، واحمد فتحي وشيكابالا راح لعيبه الاهلي، جميله جدا جدا. نفس الروح دي اتكررت برضه في ترانزيت اللي هو مطار اديس ابابا، وبعد كده بقى الاهلي رجع لانجولا، واحنا جينا هنا على الكاميرون في الرحله الصعبه دي. يعني بنسمع اخبار برضو عن كهربا ما طلعش مع البعثه، هل هو فعلا عنده اجهاد؟ هل هو فعلا عنده اصابه؟ تعبان؟ إيه؟ والله هي رؤيه للجهاز الفني، يعني اعتقد هي رؤيه للجهاز الفني، عشان واخد قراره من بدري ان هو كهربا مش هيبقى مع الفرقه. هو الراجل يعني فلسفته اكتر هي هي رؤيه فنيه مش اصابه يعني. لا فنيه، وهو هو الراجل مدرب محترم، وهو بيقول هو فلسفته كابتن سيف، انه عايز كل يعني لازم كل فرقه مهما كنت انت حتى مجهودك كمهاجم متميز لازم تقوم بادوارك الدفاعيه، هو بيشدد على اللعيبه كلهم، ممكن بقى في تاثير في الحته دي او الكلام ده، لكن هو الراجل مهتم جدا بان كلهم يأدي دوره، وبياكد عليهم دايما ان مفيش حد ضامن مكانه في الملعب، مهما كنت انت اسمك، مهما كنت انت نجم، محدش ضامن مكانه في الملعب خالص، ويعني هو دايما بيقول الملعب هو الفيصل يعني، لكن هي اكيد هيبقى في مباراه العوده ليه دور، ومفيش اي مشاكل يعني. طبعا الرحله المرهقه دي يا كابتن سيف خلت البعثه طبعا كله، بقول لحضرتك النهارده راحه، وده برضه يعني ما كانش حد يقدر دول على طول، عشان حوالي 350 كيلو، فالفريق هيسابق بكره، هيبقى ان شاء الله في 9 الصبح بعد الفطار على طول، التمرين هيبقى الساعه 5 على ده ملعب فرعي كده، لكن تمرين جمعه وسبت هيبقى على الملعب اللي هتقام عليه المباراه، هيبقى 2:30 توقيت الكاميرون، 3:30 توقيت القاهره، وهو التوقيت اللي هتتلعب عليه المباراه. الشيخ مصطفى منصور لسه يعني من 5 دقائق كان بيكلمنا، ويكلم البعثه ويكلم رئيس البعثه هاني زاده، يطمن على كل الترتيبات يعني. الناس هنا طبعا ناس مبسوطه جدا بالزمالك والكره المصريه. عايز اقول لك ان برده كان في مطر امبارح، بيقولوا موسم امطار بدا دلوقتي، لكن درجه يعني 30، جو كره، جو جميل يعني، جو مايل للحراره كمان يعني. طب ممتاز الحقيقه، يعني شيء اكثر من رائع. هل اللقاء بيحظى يعني اهتمام اعلامي هناك يا استاذ احمد؟ والله انا يعني احنا ايه جينا من المطار، انا لسه ما رصدتش يعني، حتى انا بسال رجال السفاره وبتاع، قالوا لنا طب احنا يعني لسه من بكره هيبدا يعني. هو برضو اللي هيبقى الاهتمام اكتر يا كابتن سيف في دوله، هي دي يا ويندي العاصمه الكاميرون، دوله العاصمه الاقتصاديه، فاللي هتقام المباراه هي اتصور ان هو اللي يبقى الاهتمام اكتر بكتير يعني. وعلى فكره الفرقه فرقه قويه يعني، دايما اول تاني يعني مباراه مش سهله يعني، مباراه قويه جدا يعني. كل دعواتنا ان شاء الله باذن الله، وتروحوا وترجعوا بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك.
الله يخليك. ربنا يوفقك ان شاء الله، وبشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد الخضري المسؤول عن المنظومه الاعلاميه بنادي الزمالك، وطمنا على الفريق. وقال الحقيقه تصريح مهم جدا ان كهربا ما فيش اصابه ولا اجهاد، هو استبعاد من جانب ماكليش المدير الفني لنادي الزمالك لاسباب فنيه، ويعني كهربا الحقيقه لازم يقعد يراجع نفسه، لان استبعاد منتخب، استبعاد بالنادي الزمالك، كهربا لعيب كبير، لعيب تقيل، يعني لازم يشوف ايه المشكله ويقعد يحلها، وان شاء الله باذن الله يرجع تاني. وكهربا لعيب يفرق بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، ويفرق بشكل كبير جدا مع المنتخب الوطني. ان شاء الله باذن الله كل دعواتنا للفتره الجايه كده يكون موجود ومتالق، سواء مع نادي الزمالك سواء مع المنتخب الوطني.